ما أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك لصائم بعد الزواج؟ السواك سنة للجميع، السواك سنة للصائم وللصائم قبل الزواج وبعد. أما قال بعض الفقهاء يكره بعد الزواج فقوله ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاة لفم مرضاة للرب، فلولا أشق على أمتي لأمركم بالسواك مع كل وضوء، وقال عند كل صلاة، فنعم صلاة الظهر صلاة العصر حق الصائم، وهو سنة للجميع.